عادل الحسني مدير جريدة خريب أنا الآن حيث لا يخفى عليكم لأن هذا السنة الثالثة اللي كنقوموا بالتغطية للفعاليات مهرجان السينما الإفريقية بخريبكا، وهذه السنة كان يطفو عليها طابع خاص بحيث تم توقيع شراكة ما بين جريدة خريبكا الآن وما بين مؤسسة مهرجان السينما الإفريقية. هاد الشراكة اللي كتجمعنا ما بيننا وبين المؤسسة كتحمل في الطيات ديالها مجموعة من الدلالات. أول دلالة هي أن خريبكا الآن باعتبارها جريدة ستقوم بتغطية كل الأنشطة التي تندرج في إطار فعالية المهرجان. كذلك هاد السنة هذه خدينا على عاتقنا باش نطوروا العمل ديالنا، وقمنا بتجربة جديدة اللي هي خريبكا الآن تي في. مسألة أخرى هي الالتزام ديال المؤسسة هو تقديم الدعم المادي والمعنوي للجريدة للقيام بمهامها. وكذلك كيف ما كتعرفوا فجريدة خريبكا الآن للإخوان اللي كيقوموا بالتغطية سواء لا في خريبكا تي في لا في الموقع الإلكتروني ولا حتى الجريدة الورقية، فهو طاقم شاب متمرس طموح مواكب للعصرانة اللي كيعرفها المغرب حاليا. أحمد وثيق، عضو في لجنة نشرة مهرجان 17 السينما الإفريقية بخريبكا القسم العربي. تحدث هذه اللجنة كل سنة لمواكبة أنشطة مهرجان السينما الإفريقية سواء بحوارات مع المخرجين أو تغطية ما يهم المهرجان كالورشات وكاللقاءات وكالندوات، وكذلك أخذ ارتسامات المشاركين كرأي المشاهد، رأي الفعاليات، رأي السينمائيين والمخرجين. هذا بالإضافة إلى الأنشطة الموازية التي تشهدها هذه الفترة مواكبة مع الدورة، كالأنشطة التي تكون في الساحات مثلا الشاشة الكبرى التي بمدينة خريبكا، وهناك نقل لأفلام بمدن القرى المنجمية كبولانوار وحطان في إدارة تعاون مشترك مع المجمع الشريف والسخط. هذه الأنشطة كلها تجسد على صفحات النشرة لتبلغ للقارئ المواكب والمتابع لهذه المهرجان ما يحدث بداخله وما لم يتسنى له الاطلاع عليه مباشرة أو في حينه. ويقوم الإخوان بجهد كبير حتى منتصف الليل لتكون هذه النشرة الصباحية بين يد كل قارئ سواء بالعربية أو الفرنسية أو الإنجليزية. مديحة كيلاني، عضو مع لجنة ديال النشرة ديال المهرجان الخاصة بالدورة 17. كيف ما جيتو شفتو معنا كاين ثلاثة ديال لجان مكلفة باللغة الفرنسية اللغة العربية والإنجليزية اللي كيقوموا بالتغطية ديال جميع الأنشطة اللي كتعرفها الدورة 17 من مهرجان السينما الإفريقية بخريبكا. الدور ديالنا هو تغطية ديال هذه الأنشطة وإجراء حوارات مع المخرجين والمنتجين ديال الأفلام المشاركة واللي داخلين المسابقة، بالإضافة إلى تغطية ديال الديبا اللي كيكونوا منوي ديال الليل وجميع الأنشطة الموازية سواء هذوك لي بروجيكسيون اون بلان اير اللي كاينين في قدام مرجان، سواء تغطية ديال زيارة للسجن اللي كانت فيها عرض ديال شريط ديال فيلم للسجناء،
بالإضافة يعني لجميع يعني جميع الحوارات اللي كنديروهم سواء مع الممثلين أو يعني النقاد السينمائيين اللي حاضرين في هذه الدورة. المتميز في هذه الدورة بالنسبة للجانب الإعلامي هو ما كاينش فقط يعني الناس اللي مكلفين بالنشرة الخاصة بالمهرجان، هناك أيضا يعني طاقم يعني ديال الصحفيين المحليين سواء الصحافة الإلكترونية أو الصحافة المكتوبة المحلية، بالإضافة لحضور يعني صحفيين وإعلاميين من خارج المغرب اللي هو تهما كيجيو عندنا لهذا المكان المخصص للبريس وكياخذوا من عندنا يعني صور فيديوهات ربما مثلا بعض المقالات باش كيبنيو عليها من أجل أنهم يكتبوا حتى هما دي زارتيكل وكيصيفطوهم للدول ديالهم. وهذا هو الجميل في الأمر أنه التغطية الإعلامية ما كتمحوش فقط على الإعلام المحلي وإنما حتى الإعلام اللي خارج يعني خارج المدينة، وهذا مهم جدا بالنسبة للمهرجان لأن التغطية الإعلامية هي اللي كتعطي الإشعاع الدولي لهذا المهرجان. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص تعليقي فيما يتعلق بمشاركة هذه السنة في اللغة الإنجليزية، يعني أنا من بين المشاركين في النشرة، وأظن أن هذه مسألة جد مهمة في هذا العصر الذي نعيشه اليوم، فهو عصر التواصل وعصر اللغة الإنجليزية بالخصوص بامتياز. يعني هناك كذلك مشاركة لأفارقة يتكلمون اللغة الإنجليزية، إذن فكان لابد من أن نقوم بهذه البادرة حتى نتمكن من أن نعطي لإخواننا الأفارقة فكرة عن مدينة خريبكة، هذه المدينة المناضلة التي ساهمت في إنشاء هذا المهرجان مدينة خريبكة الذي اعتمد في جل دوراته على النضال، أقول النضال السينمائي، لذلك مر من هنا سينمائيون كبار ساهموا في إطراء السينما بصفة عامة، ولا زال المهرجان يعرف يعني نشاطا ويعرف مشاركة كبيرة لعدد كبير من الدول الإفريقية، كما أصبح المهرجان نقطة تواصل ما بين في إفريقيا. يعني مدينة خريبكة الآن فهي في كثير من الدول تمثل المغرب في مجالات متعددة سواء السينمائية أو الثقافية وكذلك حتى سياسية في بعض الأحيان. اللغة الإنجليزية تبقى مهمة لنا كثيرا حيث أن تلك النشرة قد تذهب إلى أماكن بعيدة يعني في إفريقيا، ويحتاج يعني الأفارقة الذين يتكلمون الإنجليزية إلى معرفة بعض الأفكار وبعض المسائل عن مدينة خريبكة وعن سكانها وعن الضيافة التي يتميز بها سكان خريبكة في هذه المنطقة، يعني منطقة فوسفاتية في هضبة الفوسفات، وأن الناس يعني يحسون بفرح كبير عندما يستقبلون إخوانهم الأفارقة يعني في هذا الميدان، كما أنهم يعبرون لهم عن الضيافة وحسن الحفاوة. وكذلك المهرجان فهو مناسبة للتحدث عن مجال سينمائي ويعني أفكار فيما يخص السينما، وكذلك شحذ أفكار سواء المخرجين أو الفنانين بصفة عامة أو يعني مجالات متعددة، كما أن هناك نقاشات يعني تمر كل يوم، وهناك نقاش يعني ما يسمى بالندوة الرئيسية، وكانت بامتياز يعني قد نقش فيها مسألة السينما ويعني ومشاركة دول إفريقيا في السينما، وكذلك المغرب يعني اعتبرا بين الدول المهمة التي ساهمت في يعني التي دفعت بالسينما إلى الأمام. والسينما المغربية الآن أصبحت تأخذ كمثال في دول عديدة في إفريقيا، ويعتبروننا الآن روادا في إفريقيا في هذا المجال. كل من قالوا في يوم الجي زيادة ونا على فرشي هيهم مالعب كلفنا معاك مفيش موضوع غير إنه شبع من بعد يبوع زالة
وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول. أما العالم المتضايقة أنا لأ ماليش في دول. وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول. أما العالم المتضايقة ده أنا لأ ماليش في دول. وماليش في الدمع ده لا ولا في الناس الشيالة. كل اللي في قلبه حاجة أول بأول يقول. ولا في الناس الجيالة.